السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا استعراض المنتجين، المنتج الأول هم نفس الشيء والمنتج الثاني. طبعا هذولي من النوع الرخيص، يعني لا يحسب ان احد انهم فخمات او شيء زي كذا، يعني بس استعراض، مجرد استعراض. عندنا المنتج الأول كما تلاحظون، المنتج الأول نفكه مع بعض. هنا لما نلاحظ اللي هو معطينا مجموعة من المشرط، يعني يكون من هنا. طبعا هذه قصاصة ورق، الآن راح نستعرضها مع بعض. راح أدخل هذه هنا، لازم نودي هذا هنا، بعدين مثلا راح أحطها بالشكل هذا. تمام، من هنا راح يكون علامة القص. تمام، نوزنها ثم يا سلام، لاحظون قصتها بكل سهولة. نجرب ثانية على يعني درجة أخرى. طبعا من هنا مشكلة، لما أرجع ما راح يعطيني قصاصة بشكل هذا المطلوب. شوفوا تلاحظون، يعني هي تقص بس فقط من جانب واحد. تمام، لما نحطها مرة ثانية وقصها تلاحظون قصت بشكل المطلوب. طيب هذا أول. طبعا أنا ما أدري شلون كيف تم استبدال كأنها تنفتح بالشكل هذا. تمام، ومن هنا تلاحظون اللي هو شو اسمه المشرط، ما ادري شلون طريقة استبداله، ما اعرف صراحة، لكن ما علينا. اهم شيء بس استعراض المنتج، يعني عندك هنا تنفتح بالشكل هذا. تمام، طولها يعني مقارنة مع الورقة زين، يعني يشيل ما شاء الله. شوفوا باقي من هنا ومن هنا. طيب هذه راح اكتب بسعرها. تمام، وهذه الثانية راح نستعرضها مع بعض. نقوم نفتحها، كيف طريقة فتحها؟ مغلفة بشكل جيد يعني. هذه راح اكتب سعرها الان. طبعا لما تشوفون صغيرة بالحجم مقارنة مع الورقة، يعني الورقة غطتها بشكل، وهذه من ابرز العيوب صراحة، لكن اتوقع انها تاخذ بالطول يعني لما ادخلها بالشكل هذا. تمام، جاتنا مشكلة ثانية. لا زين، هذه ما فكت. تمام، وغطيها ثم أقصها. تمام، عطتني نفس نتيجة اللي تو قبل شوي، لكن بس مشكلتها صغيرة مرة مرة يعني. وهنا الموس حقها أو المشرط، يعني الحمد لله مبدئيا حلو. يعني نجرب على زاوية أخرى. تمام، ممتاز، مضبوط. طيب لو أجرب بالعكس، هل تضبط بالعكس ولا لا؟ تضبط بالعكس، ممتاز، جميل. يعني سواء من هنا أو من هنا. وشكرا لكم على المشاهدة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.